أخبار اليوم. تصويت عقاب بس عشان يعني الجوايا كلها فيها حزب وطن. أنا كنت عندك وأنا أسمع فول بس عمري ما طبقتش الحزب الوطن. مجرد أنت ممكن ترشحي نفسك معاهم؟ معاهم. معاهم دول يخشوا في القايمة؟ لا. أنا مش شايفة أنت دخلتي نفسك في مشاكل وتلخبطتي في الفصل ولا أنت أنا بتاعت المشكلة. سامع بعد استبعادك وبعد نزولك في تصويت شركه النور ارشح ناس تاني مش انا من حقي ولا انا معلش حاجه انت ظلمتي هترشحي نفسك على حزب معين في نواب داخلين عليهم احكام واتهامات وقضايا مخله ودخلوا عليهم مش عايزاني